حديث البلد مع لبنان مخول ونسرين حلبي وقضية الكهرباء. مخول ونسرين الحلبي. لبنان مخول، انت عضو لجنة المتابعة للعمال المياومين واجبات الإكراء بشركة كهرباء لبنان، بس بدي اعرف منك شو معنات كلمة إكراء؟ هيدي عرفناها من كم سنة لما شباب رفعوا دعوة على مؤسسة كهرباء لبنان. المحامي اللي استلم الدعوة من بعد ما عمل أبحاث اكتشف انه على أيام الدولة العثمانية كان في قوافل اسمها قوافل المكارية. هي بمعنى الكري، يعني يكاري على على ظهره، بكاري على ظهره. هاي هي إكراء من كلمة المكاري، من يعني جاية بشركة كهرباء لبنان. لكن نسرين حلبي أنت كمان واحدة من هالعمال، وأنتوا ضيوفنا الليلة بعد ما كنتوا الأسبوع الماضي حديث البلد بسبب الاعتصام المفتوح اللي نظمتوه أمام شركة الكهرباء وتسبب بقطع طريق كورنيش النهر. لبنان رح نبلش معك. البعض اتهمكم أنكم سببتوا بأعمال شغب وعرقلتوا أعمال المواطنين وأنكم اتحمتوا مبنى مؤسسة كهرباء لبنان، شو ردك على هالاتهامات؟ نحن ست منى صرنا شهر واسبوع لحد اليوم باعتصام بشهادة كل وسائل الإعلام سلمي وحضاري. هلا ما بيمنع على أعدادنا الكبيرة أوقات وعلى ردات فعل، نحن على طول عم بتكون قصتنا ردة فعل على تصرف ما من قبل أو القوى الأمنية أو الحكومة. أعدادنا كتير كبيرة بقى، لما بسكروا علينا البوابات، يعني جمعة الماضي لما سكرنا الطرقات على المواطنين تفاجأنا بالقوى الأمنية مسكرة بوابات المؤسسة على عمال متعهد واجبات الإقراء، والمثبتين مسموح يفوتوا على المؤسسة. بقى هذه الشغلة اضطرتنا نبقى برات البوابة، وعددنا الكبير هو اللي سكر الطريق. جوبات الإقراء هن شو يعني بالأساس؟ كيف التحقوا بهالمؤسسة أو كيف اشتغلوا أو كيف تعاونوا مع هالمؤسسة؟ هن ست منى نحن شقين موضوعنا، شق اسمه عمال المتعهد وشق اسمه جوبات الإقراء. جوبات الإقراء اشتغلوا بعقد مباشر مع مؤسسة كهرباء لبنان. عمال متعهد هن بال94 الدولة مجلس الوزراء وقف التوظيف بالدولة على أساس في فايض صار بعدد الموظفين، وهو بذات الوقت بحاجة لناس تسير أمور كل المرافق العامة. بقى صار عدة إذا بدك صيغ للتعاقد مع الناس بطرق غير مباشرة. هلأ بمؤسسة كهرباء لبنان عمال متعهد ما في عندهم عقد مباشر مع المؤسسة. المؤسسة لتسير أعمالها هي عندها متعهدين على يعني عاملين عقود مع المؤسسة على اسم هالمتعهدين، وكل متعهد عنده ناس بيجبل. لا مش الكهرباء، عمال متعهد اسمهم. نعم اسمهم عمال متعهد، هن مش جبال. هن بيعملوا أعمال الصيانة والأعمال الإدارية. عمال المتعهد عددهم الإجمالي بين جبات وعمال متعهد 2500. نعم عمال متعهد هن بيقوموا بكل أعمال المؤسسة من الإدارية. في ناس حاملين إجازات، في ناس معهم انتقاس هن أنت فنيين. نسرين بالإدارة بتشتغلي؟ نعم نعم. وفي ناس عمال عاديين. بقى كل أنواع العمال هن اسمهم عمال المتعهد، بس هن بيقوموا بكل الوظائف. في معنا ناس محامين، في عنا بنت بتشتغل بمصلحة القضايا يعني محل مدير، بس ما عندها الصفة الرسمية، يعني هي ما لها حق توقع، بس هي بتقوم بكل الأعمال. مش بس هيدي، عم بعطي مثل يعني كأنه بيسيروا أو بيسيسروا هالأعمال. نعم كل أمور المؤسسة. أوكي نسرين، اليوم أنتوا 2500 عامل لهم بين 10 و 20 سنة بيشتغلوا لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، 1800 منهم بيستوفوا شروط التثبيت، ووزير الطاقة عم بيقترح أنه يوظف 700 من أصلهم، الأمر اللي أنتوا عم ترفضوه. اليوم بتعتقدوا أنه مؤسسة كهرباء لبنان قادرة تستوعب 1800 موظف؟
يعني هي بالمنطق لو ما مش قادرة تستوعبنا نحن مش موجودين فيها هلأ، يعني كيف قادرة تستوعبنا كعمال متعاهد، مش قادرة تستوعبنا كمثبتين ملاك، يعني كله نحن ما فينا نفوت، يعني ال 1800 ما فينا نفوت فئة واحدة أو بمحل واحد، نحن موزعين مثل ما أو دفعة واحدة يمكن، لا فينا نفوت دفع، ما هو كل واحد اخذ محله، يعني نحن موزعين بين اداره جبايه، حتى التصليحات اللي بتشوفوها على الشارع يمكن الناس ما كثير بتعرف، بس مشان هيك استفسرت من مضبوط، يعني عندنا الناس الشباب اللي عم تطلع على العواميد عم بتصلح، كلهم هودي عمال متعهد، نعم، بعدين عم يطلع على العمود بيصلح على الارض، بيكون بلا ضمان بلا تأمين بلا خطر شيء. يعني يعني بالضبط، يعني عنده خطورة بشغله حتى. طيب لبنان عرفنا أنه اليوم في مباحثات إيجابية مع وزير الداخلية اللي انتدبوا الرئيس مئاتي لحتى يفوتكم، وين صارت هالمباحثات؟ نحن ست منى صارنا شهر وجمعة إذا بدك بمباحثات، مش بس مع مجلس وزراء، مع لجان نيابية، مع معالي وزير الداخلية اللي هو كان مكلف لما كان في جلسة لمجلس الوزراء هو قطع ونزل ليتباحث معنا. نحن طرحين موجودين مرسوم من الحكومة اللي نحن رافضينه، اللي هو بيقترح تثبيت 700 شخص، وفي مشروع قانون من لجنة الأشغال والطاقة اللي هو بيقترح تثبيت 700 شخص على انه يضلوا الباقيين يزاولوا عملهم ولا لا ولكن صار 700 شخص والباقي بيروح مع الشركات الخاصه، اوكي، بدون اي تعويضات، بدون اي تعويضات. في مشروع قانون من لجنه الطاقه والاشغال برئاسه النائب قباني بيقترح تثبيت جميع العمال والجوبات الاخرى، ونحن مع هذا المشروع. نعم، هلا لجنه الاداره والعدل الاسبوع الماضي عم تبحث كمان مشروع قانون تاني، واليوم كان في تحولوا كل هالمشاريع مشاريع القوانين على اللجان النيابية المشتركة، وكمان ما طلع قرار. هلا نحن منوجه رسالة لكل اللي معنيين بملفنا، أول شيء ملفنا عفوا مش ملف شحادي، نحن إلنا حقوق بهالمؤسسة، كل اللي عم يتعاطوا معنا على أساس نحن غير مطلب حق نحن منرفض. نحن مش إنساني بس ملفنا، إنساني من ناحية الشباب اللي قضت سنين واللي استشهدت، عنا 12 شهيد نحن، وعنا كذا جريح ومعاقين. بقى نحن ملفنا مطلبي محق أكثر ما هو إنساني، يعني نحن إلنا حق بهالمؤسسة. إنسان بيشتغل بمؤسسة خاصة 3 شهور بيثبتوه، نحن الضمان الاجتماعي اعتبرنا أجراء. شيء غريب بس اعتبرنا أجراء. بقى نحن يعني بالنتيجة ملفنا ما رح يخلص، ما رح يخلص. نحن اخذين قرار ومصرين انه بالتثبيت بتنتهي الحالة اللي نحن فيها، بغير التثبيت ما رح تنتهي. سوري بس انا عندي سؤال بس لأتأكد انه فهمت، في 700 رح يتثبتوا والبقية رح يتثبتوا بشركات خاصة؟ لا، بيقرروا 3 شهور مع شركات خاصة، وبعد 3 شهور بيقرروا إذا ثبتوهم ولا ممكن ما يوظفون، ممكن ما يوظفوا حدا من ما يكملوا شغل يعني. مين بيضمننا؟ يعني نحن مين بيضمننا إذا رحنا على القطاع الخاص بعد 3 شهور يقلنا ما تواخذوني كلكم ما بدي إياكم كلكم؟ ولبنان هودي بلا تعويض بيروحوا؟ أكيد. انتوا اللي بتثبتوا تعويضهم بضلوا محفوظ؟ لا، يعني نحن رح يعتبروا اللي بيثبتون ابتداء من تاريخ التثبيت كانك مبلش من اوكي يعني حال تاني، يعني عندنا مشكله نحن متاخرين بهذا الشيء. اذا بدك تحكي متاخرين، اذا لك 15 سنه بتشتغل بال 16 سنه متاخرين بالمطالبه. لا، الانتفاضه بلشت لانه وصلت الموصل للدعم. لا مش مرتاحين. يعني هيدا الهم المثل، يعني وصلوا لخطر الصرف، كنا ساكتين نحن، وصلوا لخطر الصرف يعني. ايوه، وصلنا لخطر تستلم الشركات باثنين الشهر من يومين ثلاثه. هيدا اللي خلينا نصور نحن، انه حسينا المصير خلص. نسرين، عندي كلمه اخيره بتحب تقوليها؟ ايه، بدي اقول لجميع، مش جميع، بعض النواب وبعض الوزراء يتنازلوا شوي من حقوقهم بس لينصفونا. يعني
وصلنا نحن لمرحلة يعني حتى الوضع الاقتصادي صعب كتير، ما عادش حدا يقدر يقلع، فخصوصا إذا كان عم يقبض حد أدنى ولا ضمان ولا تأمين، يتنازلوا شوي يعطونا حقوقنا لأنه هذا واجبهم أصلاً وهذا حق لنا. يعني بدنا نتمنى خاتمة سعيدة لهالمسألة، وإن شاء الله تكون حقوق الجميع مش بس حقوقهم وكراماتهم محفوظة، ويطلع يعني تطلعوا أنتوا وهالشركة بحل مرضي للطرفين. شكراً كثير لوجودكم معنا.